بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صدق الله العلي العظيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على حامل لواء الحسين. السلام على كفيلة أيتام الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين، وحياكم الله من جديد وبرنامج عشائر وشعائر مرة أخرى على شاشة قناة الإمام الحسين عليه السلام. نتشرف أنا وكادر برنامج عشائر وشعائر أن نكون في ضيافة إحدى عشائرنا العربية العراقية العريقة ذات التاريخ الطيب وذات الحضور المتميز وذات العطاء الوطني والولائي والعقائدي الذي يطول الوقوف عليه والشرح فيه. اليوم كادر برنامج عشائر وشعائر وشاشة قناة الإمام الحسين أو كاميرا قناة الإمام الحسين في محافظة البصرة الحبيبة في مضيف عشيرة بني مشرف، وبحضور شيوخ هذه العشيرة وبحضور وجهاء هذه العشيرة وأبنائها وشخصياتها، باسمي وباسم الكادر وباسمكم نرحب بهم بمضيفهم. ونبدأ مع جناب الشيخ أبو علاء شيخ عطا عثمان مشرفاوي، حياك الله شيخنا وأهلا وسهلا بيك على شاشة قناة الإمام الحسين. أهلا وسهلا ومرحبا بقناة الإمام الحسين من كادرها من مخرج ومصور ومقدم برنامج. من طيبك أبو علاء، الله يحفظك. أهلا وسهلا، يا هلا مرحبا. إحنا بالبداية طبعا متشرفين أن نكون بضيافتكم، بضيافة الحاج مصادر، بضيافة الحاج عادل، الدكتور أخونا المهوال الصغير، الشعراء، متشرفين على حسن الضيافة. اولا موقع هذه العشيره، موقع عشيره بني مشرف. تقع عشيره بني مشرف في محافظه ذيقار بين مدينه الناصريه وقضاء التشبايش، يعني على منطقه الهور. على منطقه الهور، نعم، جنوب ناحيه الحمار. وتعرف انت الفتره طويله صار لها، ارتحلت الناس. البداية كانت بالهور، بالأربعمائة سنة وخمسمائة سنة بالهور. نعم. أي ومكانها جنوب أهوار الحمار. نعم. أي بعدين عند الجفاف. نعم. جفاف الأهوار وقت النظام السابق بالسبعة وسبعين، بالسبعينات، الثمانينات، جفت الأهوار. من جفت الأهوار اترحلت الناس، تعرف أنت بعد ماكو عيشة، يعني السبب طلب المعيشة، هم المعيشة وهم مطاردة البعثيين في ذلك الزمان. أكو مطاردة وأكو تعرف أنت الهاربين والشغلات هذه، ومجاهدين ها ذاك الوقت. ها الناس خافت بصراحة، ارتحلت من الهور، من ديرانها الأصلية. أي من ارتحلت بعد كل من راح على رزقه، قسم بالمحافظة البصرة وقسم بالناصرية وقسم كربلاء وقسم بغداد وقسم الحاصر كافة المحافظة، بس الأكثر معتها الناصرية والبصرة. البصرة توزعنا. توزعت. قل لي الشيخ أبو علاء، هسه بعد أن انتشرت عشرة بني مشرف وتوزعوا في مناطق عديدة، أكو تواصل بيناتكم؟ التواصل مستمر. نعم. التواصل مستمر. بالمناسبات. بالمناسبات، باللقاءات، بالأعراس، بالفواتح. بكل المناسبات نتوادد، يعني حتى لو مثلا راح الى منطقه بعيده بس حتى يبقى هو الحين الى عمامه وناسه وعشيرته واهله، يبقى عشيرته وهو مرتبط.
أحسنت. اي مرتبط ارتباط عشائري فصل و... وكل القضايا كل تفاصيل العشيره فيها. انا اريد انتقل ويا عمي الحجي ابو عادل. حياك الله حجينا، كل الهلا بيك على شاشه قناه الامام الحسين عليه السلام. انت طبعا من ذاكره عشيره بن مشرف، نعم، واكيد سكنت ذيك فتره الهور، نعم، والاحداث اللي صارت ويا النظام، نعم، وش اسمه، لما ارتحلت من منطقه الهور ورحت لغير منطقه، شنو كان شعورك؟ يعني شنو صار عندك احساس بتحن لهذيك المنطقه، تتذكرها، ودك انه ترجع لها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العلي العظيم. بالنسبة لعشائر بن مشرف، كنا نسكن منطقة الحمار يسموها بحيرة الحمار، تحتها منا قضاء شبايش ومنا قضاء سوق الشيوخ. احنا صايرين بالنص بالوسط بس بالبحيرة نفسها، بحيرة الحمار. كان عندنا شط قديم اسمه الحميدي، يطلع من الاسماعيل من الفرات ياخذ وجه العشاير ويرجع الحدود بني أسد بن مشرف، ويرجع يتصل بالفرات القديم وشكل شط وينزل للبصرة. عشائر بن مشرف ناس عالية من عشائر كبار، يعني عشيرة بن مشرف قبيلة كبيرة، قبيرة لها تاريخها المجيد، لها مواقفها، لها مساعداتها ومواقفها أمام الحكومة إذا استدعت. أول ما دعا السيد السستاني حفظه الله وأبقاه، شباب بن مشرف وشيوخهم كلهم جندوا وطوعوا، وكلهم لا يزال موجودين الحمد لله بالحشد، وقسم منهم شهداء، وقسم منهم جرحى. الله يرحم الشهداء ويشافي الجرحى إن شاء الله، نعم، ويبارك للموجودين. نسأل الله أن يشافي الجرحى ويرحم الموتى وينصر جيشنا ويوحد كلمة قادتنا وينصر وينصر حجنا المنتصر على انتصر طبعا الحشد على ما انتصر بس على الدواعش، مجرد دواعش او ارهاب، انتصر على الدنيا كلها. احسنت كل الحكومات، اوروبا، افريقيا، الجزيره العربيه، كلها ما قدرت الارهاب والدواعش اللي كان ضد العالم، ما قدروا يوقفون بوجه الدواعش. والحشد الشعبي العراقي، المجاهدين، المقاتلين، الأشاوس، الشجعان، الرجال، الفرسان، هم اللي دمروا الإرهاب وقتلوا الدعش وشردوهم وانتصروا على الدنيا كلها، مو بس على الدواعش ولا الإرهابيين. فنسأل الله، نسأل الله ورسوله أن يديم قادتنا ويوحد كلمة قادتنا ويحفظ شعبنا ويحفظ جيشنا، جيش الحشد الشعبي، وينصرهم، وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. أحسنتم يا حجي أبو عادل ممنونين. أريد وياك يا حجي أبو صادق، حياك الله. عفوا حجي صادق أبو عزيز، كل الهلا بيك. احنا اليوم احنا بديوانيتك، بس احنا راح نبيك على قناة ديوانيتكم بيت ان شاء الله. هاي بيوتنا كلها وعمامنا كلها، والنعم منكم. ابو عادل، اليوم تعرف التكنولوجيا لها دور، والعولمه لها دور، والتحضر والتطور ياثر مرات ربما على طباع العشائر، ربما ياثر على بعضنا. الشباب بن مشرف شلون تحسهم تفاعلهم مع العشيره، مع قرارات شيوخ العشيره، مع سناينها، مع طبائعها؟ تشوفهم متفاعلين، مطيعين لهذا الامر، قوم منعزلين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وشكر لله رب العالمين. لله الحمد والشكر. بالنسبه لشبابنا تختلف حتى عن بقيه، اقول لك الحمايل هو شبابنا كلهم مطيعين، واذا كل واحد سبديوان او قاعد يسكت. من صارت تلبيه المرجعيه،
اول ناس كانت حزبت وطيناهم لا كلهم طلعوا فارقهم. هذا الجانب اريد اناقشه. رجعوا على جانب نعم. بس اريد مثلا اليوم اكو قرارات عشائريه، اكو سنائن عشائريه، اكو ثوابت عشائريه. الحمد لله. الشباب اللي تحسه منو شباب يتقبلون هذا؟ لا يتقبلون، يسمعون الكلام جميعا يعني مو بدون استثناء يعني اغلبيه حماسه. من نقعد من نقعد عشان نلقى الولد يحكي قبل ابوه او ما يسمع راي ابوه. احنا شبابنا من يريد يحكي بس تقول له اسكت يسكت في الديوان، ومن يقعد الكبير يحكي وهو يحكي ما يحكي. يعني من الملتزمين بعشائرنا عاداتنا وتقاليدنا القديمه. حجي ابو عزيز، تحاولون مثلا انت او الشيخ ابو علاء او اي واحد من عوامكم انه تجلسون ويا الشباب تعرفونهم على تاريخ بشيرتهم، تعرفونهم على شنو السنايين، شنو الثوابت؟ والله الحمد لله اشكر، احنا ديواننا مفتوح ليليا. يعني هاي الجلسات موجوده. انا عندي كل جمعه قرايه مجلس عزاء وثواب كل جمعه، فيلتقون شبابنا. فاغلبيه الشباب اللي يجون بالديوان عندهم عندهم المام كامل. المام المام بالشغلات العشائريه بالظروف، يشوفون قعدات هناك تصير عندنا عشائريه. فمنتبهينها اللي يلتزمون ويانا، والشباب اللي بعدهم هم يجون الدرب. من تصير عندنا مشكله وتصير عندنا شغله يجينا الدرب. والحمد لله اكثرهم جانب اليوم يعني حقيقه اليوم مساله الحشد الشعبي ودور العشائر العراقيه ودور شيوخ العشائر المواليه لامير المؤمنين اللي عتها، وحتى العشائر اللي عتها حس وطني، حس وطني. يعني قضية الوقوف أمام الإرهاب مثل ما قال عم حجي أبو عادل، صح المد الأكبر واليد الطولة كانت هي الشيعة، ولكن ما نقدر ننكر أكو دور كان لإخوان السنة وكان للصابئة وكان للمسيح وكان باقي الطوائف موجودين. بس هذا الدور يعني الواضح الأكبر حكم فتوى المرجعية وحكم العدد العشائر الشيعي الموجود. عشيرة بن مشرف يعني على حد علمي احنا دخلنا، قريت انا اكثر من قطعة لما دخلنا الفصلة، اكثر من صورة لشهيد بشرفاوي شفتها على على الطريق. هاي دليل على انه العشيرة معطاء، عشيرة قدمت دماء. هو جميع عشائرنا نفس ال، لكن بالذات على عشيرة بن مشرف اريد اجي وياك او بعد من يشاركنا الحديث بداية الفتوى، شلون تفاعلت عشيرة بن مشرف وشنو اللي سويتوه؟ طبعا احنا راح احكي لك عن البصرة، لان انا البصرة الحمد لله شكرا. اول ما سمعنا النداء طلعنا كلنا جميعا تقريبا بالسلاح، كل واحد اللي عنده بيت سلاح وزميله، ورحنا قدام المرجعية وكل ما قدمنا انفسنا وسجلنا، طلعوا ورق من المجلس البلدي ورحنا سجلنا اسامينا بحيث كلها تنتبه وين تروح على احسنت. استاذنا ثاني يوم سووا لا مو شو اسمه مباراة من العشائر، طلعوا طلعوا في استعراض بالضبط، استعراض للجامع شوي. فعشيرتنا الحمد لله من اهم يعني من العشائر اللي طلعت واللي قدمت وقدام المرجعيه وقفت ووطت صوته وداهل المرجعيه، والحمد لله والشكر. يعني حتى بدعم اللوجستي لحد الان انا عندي سيارتي بيك اب حتى اسمها الحشداويه مسميها، يروح بها ابن عبد العزيز روحان، رحت وياه اكثر من مره، وهاي حتى صور موجوده. قضيه الدعم هذا دعم اللوجستي. فمن بدا الدعم اول مره كنا نساعد ماديا، يجونا بيناتنا واجتماعاتنا يجمعون نودي للحج، ولكن من بدا الدعم اللوجستي لا سخرنا سيارنا وعيالنا عدنان عبد العزيز وعندنا فهد جماعه كلهم وديناهم سياره ونحملها. نعم احنا يعني من توصل الجندي هناك نعم. من يوصل الغذاء صح يفيده نعم. بس من يشوف انه بصدر السياره موجود شيخ عشيره، موجود شخص معقل او شاعر او دكتور، هذا ينطيه دعم معنوي نعم. يخليه يثبت بعد اكثر ما 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 يطلع. ما عبد العزيز استاذ احمد اسمه، بس خلي المايك امام الدكتور، دكتور احمد حياك الله دكتورنا. اهلا وسهلا بك، اهلا بيك على الله. شاشه قناتك قناه الامام الحسين، ومتشرفين اليوم احنا بلقائك. احنا شرفنا بيك وان شاء الله بزيارتكم. الله يسلمك. وباسم قناتكم اللي تحمل اسم الامام الحسين. الله يديمك. دكتور، الطبقه المثقفه اللي موجوده بعشيره بن مشرف،
شلون كان تفاعلها ويا قضية الفتوى ويا قضية الحشد من جانب ويا ثوابت العشيرة من جانب آخر؟ يقول المثقفين شوية يعني إحنا سنو صعبين ويانا ها؟ لا بالعكس، إحنا عشائر بن مشرف والنعم في ذلك الزمن القديم توجد فيها طبقة مثقفة. أها. وكانت من أبنائها المثقفين يشهد لهم العشائر. نعم. وجودهم. فالحمد لله والشكر. لدينا يعني أكو مقبولية عند الشخصية المثقفة للثوابت العشائرية. لدينا كثير من الأطباء. نعم. ولدينا كثير من المهندسين. نعم. ولدينا كثير من الضباط. والكل متفاعل عشائريا. مثل ما تفضل حجي صادق، عشيرة بن مشرف لحمة واحدة. أبنائها. الله يديهم. يعني التعاون مالهم بناء في رفع اسم العشيرة من بين العشائر، ولذلك إحنا يعني انطينا تقريبا أكثر من 50 شهيد. 50 شهيد بس من عشيرة بن مشرف. نعم. وأكثر من 100 جريح. وعندنا قافلتين للحش للدعم اللوجستي، قافلة بقيادة حجي صادق وقافلة بقيادة بسام المشرفاوي. نعم. وسبح بن المشرفاوي، وأيضا كل أبناء عشيرة بن مشرف يساهمون بالدعم المالي للحشد. أحسنت. أيضا لدينا كثير من أساتذة في الجامعات العراقية، ولدينا كثير من الكوادر الوسطية، ولدينا أعضاء في مجلس محافظات. والحمد لله والشكر الكل متعاون، الكل متهاب. العشيرة الآن جمعت أضيافها من كل لون. أنا تكلمت مع الشيخ أبو علاء. نعم. قلت عن التواصل، قال التواصل موجود. التواصل موجود. الصلة موجودة. بكل مستوياته. أحسنت. بكل مستوياته. أحسنتم أحسنتم الله يبارك. عفوا عزيز أريد أنتقل ويا الشاعر باسم الصالحي. حياك الله يا باسم. وأهلا وسهلا بك. أكيد يعني بعد ذولا عمامك. حياك الله أستاذ أحمد. إن شاء الله خوالي بن مشرف. نعم. بيكم حياكم الله. بعد ثلاثين الولد من خال. على خال. ذولا المشكل خال والد. صحيح. إحنا ما دام اتطرقنا لموضوعة الحشد وأنت من الشعراء اللي كتبوا للعراق وكتبوا لمناصرة القضية ومناصرة الحشد، فنريد نسمع في القصيدة قبل الفاصل. قبل أن يستشهد يخاطب أحد الدواعش يقول له الوحدك طبيت، الوحدك طبيت، لا هذا لغز، هي ذيك الوادي مطتك خبز. الوحدك طبيت، لا هذا لغز، هي ذيك الوادي مطتك خبز. الحشد شعبي شلون إذا جوك الفصيح. الحشد شعبي حلو. شلون إذا جوك الفصيح البيت يكمل لما نتقعد العجز. فاز أول وانت من النوم فاز. فاز أول وانت من النوم فاز. الماي حز بداخله تشلمة تحز. غوسهم والدنيا ما لزل محيد. الصايم بسالفته ما قالوا لعيد. اثنيننا نقاتل، اثنيننا نقاتل، صحيح وياك هاي تموت شاهد من نموت انا شهيد. عند وادم قافل على الموارد. اثنيننا نقاتل، صحيح وياك هاي تموت شاهد من نموت انا شهيد. عند وادم قافل على الموارد غاد. لاكو بيهم مبتعد، لاكو بعيد. من اهله هم الحشد شنهم عايله. اسلاحه فوق سلافه والهم شايله. الله. ايده صح طويله لكن بالدعاء. حلو. وينفتح باب الله بس للجايلة. إيده صح طويلة لكن بالدعاء. أحسنت أحسنت. وينفتح باب الله بس للجايلة. هناك فصل الصيف عندنا كم مسؤول ما عنده جواب. بقدهم دموع لخدهن سايلة. هناك فصل الصيف جابوا دية ماي. حلو. وتمشي كل معلومة توصل للعقول. الواعي وما نامت إلا نطيها عين. واكشخ بكلمات ما بيها فضول. البالحشد كتفة بكتف كل شيخ عام. واكو شغلة بباله حطنها من أصول. مندخل الجنة يلاقين الحسيني يقول ذولاك الحشد وأنا وسول. قاعد انت بصفة بس شوية غادة هنا اللي يقعدون أبوي ينبتون.
الهوسه لاهل البيت تلقاه هدوء. وشفت واحد بالحشد هوس يقول احنا الكحن الهاون قد ما ذاك سموه مكحول. الله يسلمك. الله يسلمك. احسنت يا باسم الصالحي قواك الله، وتحيه لك والى كل شعراء البصره الاحبه الكرام وكل مهاويلها وكل رجالاتها، وتحيه اجلال واكبار الى شهدائها والى شيوخها والى الداعمين لهذا التاريخ العراقي الولائي العقائد الكبير. احسنت. احنا نشرب لنا فنجان قهوه يا فاصل. أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين، فاصل ونعود وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعترته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن إبليس عند قتل الإمام الحسين عليه السلام يطير فرحا ويقول: يا معشر الشياطين، اجعلوا شغلكم بتشكيك الناس. إن الشعائر المقدسة الحسينية عليه السلام بجميع أنواعها وأقسامها هي من أفضل القربات إلى الله عز وجل، وهي من أظهر المصاديق للشعائر الإلهية التي قال الله تعالى عنها: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكل أمل فيكم معاشر الزعماء الأكارم، وفقكم الله تعالى في العراق الصابر الصامد أن تجندوا الطاقات أكثر وأكثر في سبيل مواصلة الشعائر المقدسة الحسينية عليه السلام، وتوسيعها حتى تعم كل ربوع العراق ثقافة الإمام الحسين عليه السلام، التي هي ثقافة الإسلام العظيم. فالإسلام محمدي الوجود، علوي الاستقامة، وحسيني البقاء. والله هو الموفق المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله. مرة أخرى مرحبا بكم أحبتي متابعي قناة الإمام الحسين، حياكم الله من جديد وبرنامج عشائر وشعائر من مدينة البصرة، من قضاء الزبير، من ديوان عشيرة بن مشرف، بحضور وجهائها وأبنائها. أعود مرة أخرى إلى جناب الشيخ عطاء عثمان بن مشرفاوي. مرحبا بك مرة أخرى شيخ. أهلا وسهلا. يا أهلا مرحبا فيصل. اليوم دور العشائر قضية الخدمة الحسينية حقيقة دور مميز، لذلك تشوف عنوان البرنامج عشائر وشعائر. يعني نشوف اليوم ماكو عشيرة من عشائرنا ما عندهم رادود أو ما عندهم شاعر أو ما عندهم خدام للحسين، كلهم عندهم مواكب، كلهم عندهم يقدمون خدمة الحسين ويحيون الشعائر الحسينية. بالنسبة إلى عشيرة بن مشرف، كيف دورها بقضية خدمة الحسين وإقامة الشعائر الحسينية؟ أهلاً وسهلاً. خدمة الإمام الحسين وزوار الإمام الحسين، نعم. أنا سبق وأن قلت لك عشائر بن مشرف منتشرة من البصرة، صحيح، لكل المحافظات، لكل المحافظات، نعم. المواكب من البصرة إلى كربلاء موجودة لكم؟ موجودة. أحسنتم. تروح للناس ليه تلقى مواكب، تروح للقرنت تلقى مواكب، تروح للسماوة منا للكربلاء مواكب. ثانية عندنا، نعم. محطة احنا بالناصرية، ايه؟ تتركز كلها بالناصرية، وكأنه نقطة لقاء نقطة لقاء هناك، ايه؟ نقوم احنا فاتحين ابوابنا،
ودواويننا ومضايفنا ها الخدمه الزوار ابو عبد الله. نعم هذن العشرة ايام يمكن ماكو ليله ما بيها زوار. احسن زين قبل بالايام محرم تقام فد عزاء تقام تقام عندنا ديوان ودواويننا مستمره العزاء والعزاء يقام بها والمجلس يقام بها بذكر الإمام الحسين. أحسنت مستمرين. أحسنت زين مسألة الدعم المادي هم بياناتهم مثلا تشوف الخدام والشباب لو أقف الترتيب بياناتكم بياناتنا من الشيوسنا الخاص. أحسنت أحسنت أنا أريد أنتقل ويا حجي حجي صادق المشرفاوي أبو عزيز كل هلا بيك. الشعب الفاصل قبل الفاصل كنا نتكلم وطرقة أنه أنت كل جمعة تقيم مجلس للحسين وتسوي ثواب للإمام الحسين. هذه عادة من من يعني من من زمان لا تقريبا بعد الأحداث 2000 تقريبا بال 2003 أكيد قبل زمن النظام كانت صعبة أيام المحاربة كانت هاي إذا تسوي تسوي كتمان كتمان مرات نطلع مزارع نسوي مجلس كتمان وحتى نطلع برات للمزارع ناخذ لقميات مو نلطم حتى نلطم براحتنا يوم العاشر نطلع ناخذ زوار ناخذ جماعتنا نطلع المزارع بعيدين عن الامن بعيدين عن يعني عيون اما هسه في الوقت الحالي لا لا الحمد لله هسه بعد رب العالمين فاتح عنا بعد شنو عذرنا صح شنو عذرنا لا عدنا مزهلة ولا هاي صارت السنه الرابعه تقية ما عدنا تقية لا من 2004 من 2004 لحد الان الحمد لله والشكر للعالم كلها تدري في هذه الامور احسن مستمرين كل جمعه وايام المحرم لا نتوقف بصبر لان نروح خدمه بالمواكب هناك وين وايام 10 محرم عندي قرايه الصبح وريوق يوميا بعشرة محرم. عشرة محرم. أي نعم. أحسنتم. بالنسبة للمواكب الخدمية اللي تطلع ممكن تخدم كربلاء أكو مواكب هناك الكم بن مشرف. أي نعم نعم. تخدم الزوار اللي تروح إلى كربلاء. موكب عندنا موكب الهفاف مأسسينا بين كربلاء والنجف عمود 1115. أحسنت. أي نعم بس هناك. موجودين ومستمرون عليهم. موجودين جماعتنا كلهم مستمرين بعد كل سنة. والنعم كان سابقا داخل كربلاء بعدين من بنينا هاي الحسينيه صارت هاي بنينا هناك المواقف بنيته حسينيه نعم هناك استقبال الزوار الحمد لله وشكرا انتم قائمين عليها حسينيه نعم احنا وياي الجماعه ولدهم ولد عادل الخليفي وحج علي عبطريم احنا المؤسسينها تقريبا نعم. ثلاثه احنا اسسنا هذه الله يحفظك حج علي عبطريم الشيخ عادل الله يبارك الله يحفظك احنا اليوم من الضيوف اللي موجودين على شو اسمه بالاضافه الى باسم الصالح بالله خواله والمهوال نصير الصليطي كذلك ويانا ابو علي الخيقاني كل الهلا بيك اهلا وسهلا قرب لي المايك عليك قرب لي المايك الله يحفظك الله يعزك الله يبارك فيك يعني احنا نتشرف انه نرحب بيك انتم الشرف انتم الشرف انا وسهلا احنا نشرف بيكم جيد احنا نشرف بيكم الله يحفظك الله يبارك ابو علي انا شوف عنوان الإمام الحسين عنوان كبير يجمع تنسي به العشيرة وتنسي به الشهادة وتنسي به النسب خلاص يصير كلها بعد خدام الحسين الدكتور يشرف يصير خادم الحسين والشيخ يصير يتشرف أن يصير خادم الحسين يعني أنت من بني خريقان والحجي صادق بني مشرف لكن أكيد عنوان الإمام الحسين يختلف هاي الظاهرة تشوفها موجودة بين العشائر هنا الموجودة أكو بها بالقضية الحسينية أكو بها آصلة تواصل بين الخدام بين المواكب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد الإمام الحسين شعار الإمام الحسين كلمة أحرار الإمام الحسين يجمع كل الطوائف وليس لطائفة واحدة احنا اليوم عندنا هنا حقيقة نحكي انا قدام حج صادق وشيوخه واهله تجمعنا وعزائنا يصير هنا كل جمعة عند حج صادق كل ليلة جمعة هذه مستمرة مستمرة دائما اثنين التجمع بالامام الحسين وباسم الامام الحسين وبعزاء الامام الحسين من جميع الطوائف جميع العشائر ينسي لا لقب ولا اسم ولا اي شيء هاي ثلاثه اليوم احنا كعشائر خليط عشائري قضاء الزبير مجتمعين اليوم اذا نلقى احنا مجلس حسيني مجلس عزاء احد الائمه الباب مفتوح للكل نتجمع به كل احنا ونقعد ونقدم التعازي لمحمد وال محمد من جميع العشائر احسنت
احسنت وبارك الله بيك. الله يحفظك الله يبارك فيك. طبعا تحياتي. وعندي عندي كلمه هناك. الله يحفظك. احنا ان شاء الله نزورهم لهناك. 100 الف بيك الله يحفظك. بس عندي كلمه الشتاء لان جو الهور هناك. الله يرحم ابو فيصل. عندي كلمه حقيقه خدمتكم اخواننا الاعزاء بني مشرف. نعم. قبيله كبيره وقبيله تحددها منك بني خيقان يحدونها. نعم. واحنا بيناتنا وبيناتهم صله رحم. نعم. صله زين. وهم ان شاء الله بوجود الشيخ عطا اللي بالناصريه وشيخ حجي صادق هنا بالزبير حقيقه رفعت راس لكل العشاء والنعم عليهم والله يحفظهم ولا قصورا باخواننا الطيبين من بني مشرف كل والجميع. دليل على 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 نبلك ودليل على على اصالتك انه تتكلم بهاي العبارات الطيبه الراقيه عن هاي العشاء. احنا اخواننا وهن ذولي ولابد وان كلمه حق تقال بهم. احسنتم. الله يحفظك الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. يعني حقيقة من لما نتجول بين عشائرنا ونعيش هاي لحظات الألفة والتواصل تشوف الأصالة الحقيقية تشوف النبل الحقيقي. هسه بغض النظر قد تكون اكو حالات واحدة اثنين ما ممكن واحد يقيس عليها، لكن تشوف الحالة الأكبر والحالة الأجمل والانتماء الانتماء لهذا القيم العشائرية هاي الكبيرة واللي حقيقة في فترات متعددة ومتكررة حفظت الدم العراقي حفظت الدم العراقي. أريد أرجع وياك يا باسم فد مقطوع لأهل البيت للبركة قبل أنه نتشر يعني قبل أن نختم الحلقة ويا مهواننا العزيز. فد مقطوع لأهل البيت. عفوا عزيز قرب لي المايك على الشاعر باسم الصالح. أستاذ أحمد أنني من الزوية ولكن قبل الجمل. أحسنت. أما بعد الجمل فأنا من مدينة علي بن أبي طالب. نعم. بما أن هذه المدينة أول من سكنها علي بن أبي طالب عليه السلام. نعم. أقوال علي بن أبي طالب عليه السلام. وياك ما عدتهم حديث وياك ما عدتهم حديث وانت كل شبكتك تسوي حديث. كان بس توبة قديم وذاك يشهد لزمانك. يا تني نادم مشانك مو شرابع الله يندل مشانك. يا تني نادم مشانك مو شرابع الله يندل مشانك. يمشي الحالة كان هناك بس عايشها يمكن كان. وانت تحبه انت الليل من تشوف الايتام الله يساعدك من فوق ما تحتاجها من انسان. انت ويا اليتيم هناك عشرة ليل هيك اسماء ما تنقال اتخيل هذاك الباب صوت الخيل. تعبانين كانوا حيل وانت هناك كنت الحيل. الله حسنت. خيالك كان واسع حيل قعدت بيه تام هواي. شبعة ومنك انت حكام وتشلم عليهم ماي. الخطوة تحسب الاحساب اشوف انا هاي الناس تمشي هناك للخطوة. بصفك كانوا الأصحاب. الخطوة تحسب الأحساب أشوف أنا هاي الناس تمشي هناك للخطوة. بصفك كانوا الأصحاب وانت بصفك القدوة. حسنت. بسجلك شاز قادة هواي اليومك هذا جو شاز. كل سيف اللي يضدك عجز تكتب بيه لم سيوفهم تلقاه بيها إعجاز. يا ابو زينب الحبك فاز. يا ابو زينب لك مشتاق قد الشيعة اللي يدخلون بيدك هاي للجنة. الضدك يا علي فنة. القصيدة اقفلها بس يحتاج قلب ابيض يدوس الماي يكون الشطع اللي يعتب. مو عصات موسى احتاج ما جايب اسم عباس فشته هناك من زينب. الله يعزك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يسلمك. صح لسانك. الله يعزك. شكرا لك يا باسم الصالحي. أبدعت أجيت وأبدعت. أحسنت. قبل أن ننتقل إلى مسألة تقديم هدية المرجع الدين الكبير آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي إلى عشيرة بن مشرف وإلى جناب الشيخ، أنت اليوم صاحب هذا المكان ونحن بضيافتك، الكلمة قبل الأخير لك، ماذا تقول يا حج صادق؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.
نشكر قناة الإمام الحسين الفضائية عليه السلام، ونشكر كادركم جميعا، نسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم إلى الأفضل والأحسن والأكثر إن شاء الله. أحسنتم أحسنتم نسأل الله، والله يوفقكم دنيا وآخر، الله وفي ميزان أعمالكم إن شاء الله. حجينا إحنا متشرف بأن نقدم إلى عشيرة بن مشرف والشيخ بارك الله فيك حاج عطا لوح يحمل صورة الميرزا الشيرازي وفتوى الثورة العشرين، ويحمل صورة السيد صادق الشيرازي ورسالته إلى شيوخ العشائر، ويحمل الذاكرة من ثورة العشرين وذاكرة اليوم من الحشد الشعبي وقبة الإمام الحسين، ويحمل اسم بنابكم طبعا هدية مقدمة من آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي. فما أعرف ماذا تقول عن تقديم الهدية؟ والله تقديم الهدية نعاهد إحنا المرجعية وباسمكم أحسنتم نكون جنود أوفياء لبذل الغالي والنفيس من أجل المرجعية. دام الله يديمكم. هذا اللوح المقدم من آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي إلى عشيرة بني مشرف وإلى جناب الشيخ عبد الله الشرف بأن نقدم جناب الشرف. بارك الله فيك، جزاكم الله خير، الله يسلمك. هل عدنان ياخذ لقطة أمس؟ هذا عزيز؟ عزيز أحسنتم، مبنونين الله يحفظكم إن شاء الله. عزيز هذا أو خليها خليها تفضل حجر رسول الله عبرك. وحق وحق نزل التوراة والإنجيل والمصحف، وحق وحق نزل التوراة والإنجيل والمصحف، التشوف العين لازم كون يتوصف، التشوف العين لازم كون يتوصف، يقول المثل لا ما مات كل من شيد وخلف، يقول المثل لا ما مات كل من شيد وخلف، انشد بالحجاز حسين دق ثايل بن مشرف، انشد بالحجاز حسين دق ثايل بن مشرف، حسين بيوم اللازم سيف ودق ثايل، حسين بيوم اللازم سيف ودق ثايل، حسين بيوم اللازم وسيف ودق ثايل، حسين بيوم اللازم سيف ودق ثايل، حسين بيوم اللازم سيف ودق ثايل، ضع على يا عكاز انت وتشع ليك كل واحد يريد يطيح، قوم قوم للمضيف وهيل من يفيح، قوم قوم للمضيف وهيل من يفيح، بيرغل البدية ويلعب ويا الريح، بيرغل البدية ويلعب ويا الريح، انت لي سولف عنك ما بيك اللون، 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 انت لي سولف عنك. منكم يا رجال الحشد ممنونين، منكم يا رجال الحشد ممنونين، يا الفوق السواتر والحد مضحي، يا الفوق السواتر والحد مضحين، كسرت خشوم هالقالة ونفلش حسين، كسرت خشومها القالت نفلش حسين، الرادي فوت ويعبر وخشمة قصون، الرادي فوت ويعبر وخشمة قصون، الرادي فوت ويعبر وخشمة قصون. أحبتي هذا ما يسمح به وقت برنامج عشائر وشعائر من مضيف عشيرة بني مشرف في محافظة البصرة، أستودعكم الله على أمل أن نلتقيكم في حلقات قادمة، في أمان الله.